لازم تقتل المباراه بالفرص اللي بتجي لك. النهارده شفنا مباراه الاسماعيلي امبارح في اول 10 دقائق الاسماعيلي بيحرز هدف، ده تمام. صعب المباراه على فرقه القطن الكاميروني رغم انها فرقه كويسه. النهارده برضو نفس الكلام، ان شاء الله الفرص اللي بتيجي هي تحت الفرص من بدايه المباراه. بالنسبه للتشكيله خلاص اللي يعني احنا خلاص يا اسامه، هو الاتوبيس الفريق في طريقه لملعب المباراه. زي ما كنا بنتكلم عن التشكيله النهارده والخطه اللي بيلعب بيها الكابتن يوسف، هي 4-2-3-1. في وقت من الاوقات ممكن لما تفقد الكوره تتحول ل 4-3-2-1 بنزول اسلام محارب. النهارده الكابتن محمد يوسف فضل ان اسلام محارب يكون موجود على حساب محمد شريف. طبعا النهارده حسام عاشور حته الاصابه هي ابعدته، اصابه الانكل امبارح حصل له اختبار طبي لكن تم الدفع بهشام محمد. حته اسلام محارب يكون موجود النهارده، اول حاجه لاسلام عنده خبرات افريقيه، لعب في البطوله اللي فاتت مباريات كتير سواء بره ملعبنا او جوه ملعبنا. تاني حاجه ان محمد شريف اسلوب لعبه دايما فاتح الملعب لبره، ما بيبداش من حته نص الملعب، ودي بتفقدك حته عمليه الاستحواذ شويه في نص الملعب، انه دايما فاتح ورامي نفسه على الباك رايت. بس انت فقدت سرعه، خلي بالك. ما انت هقول لك حاجه دلوقتي، انت لازم ابتداء حمودي وكان محمد شريف لازم يبتدي من نص الملعب، تعمل الكثافه العدديه في نص الملعب اللي بتديك السيطره والاستحواذ، لكن محمد شريف دايما بيرمي بره. اسلام محارب عنده الميزه دي ان هو بيبتدي من قلب الملعب، ممكن هتلاقيه جنب هشام محمد، جنب عمرو السوليه، تقدر تديك الاستحواذ وتبدا بقى تشتغل على انطلاقات حمودي، تقدر تشتغل انطلاقات ناصر ماهر وانطلاقات مروان محسن. فهي ممكن يكون الكابتن محمد يوسف هو التفكير بتاعه هو اللي يعني خلاه يشتغل الشغل ده. لكن كل اللي هيحسم الكلام ده كله نظرا بقى لسوق الملعب، نظرا لدرجه الرطوبه، انت فوق سطح البحر، حته الفرص بقى. ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده مروان محسن او ناصر ماهر او حمودي، اللي لازم يكون ليه فعاليه هجوميه كبيره. احمد حمودي احمد حمودي من اللعيبه اللي بتوصل لجون، لكن لازم يطور حته انهاء الهجمه عنده. ده اللي انا كنت هكلمك فيه. هل احمد حمودي محمد شريف اعاد محمد شريف؟ محمد شريف بيعرف يجيب جون، بيعرف يعمل فرص. شفنا مباراه اللي عمل مروان فرصتين او جولين. يعني هل احنا فقدنا سرعه وفقدنا عنصر بيعرف يجيب جول، ولا هل دي تشكيله مثاليه لهذه المباراه؟ انت خلي بالك يعني محمد شريف ورقه رابحه عندك برضه، ممكن تستعين بيه في الشوط الثاني، لكن المهم عندك في الماتش بتاع النهارده ده انك انت تقفل نص الملعب، خاصه بقول لك جيما في الشوط الثاني او في المباراه الاولى من الفرق اللي ما بتشلتش، لا بيلعبوا دايما كره بالرجل، عندهم السرعه في نص الملعب انهم يلاقوا بعض، فانت محتاج تقفل نص الملعب، تقفل نص الملعب بالدور اللي هيلعب بيه اسلام محارب النهارده، ان هو لما بتفقد الكره بينزل بيبقى ثالث نص ملعب عندك وبيبتدي من القلب، وبعد كده بيشتغل لقدام او بيشتغل لبره عكس محمد شريف. لكن محمد شريف زي ما بقول لك طبعا يعني حته انهاء الهجمه عنده بيشتغلها بشكل كويس. حمودي لازم يشتغل على النقطه دي، مهمه جدا دي، لو اشتغل عليها دي هتعليه جدا في الناحيه الهجوميه. ده وصول لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي لملعب المباراه. شفنا محمد يوسف، كابتن محمد يوسف، كابتن سعد عبد الحفيظ، وكابتن طارق سليمان، وده السليه ان شاء الله حمودي. كل التوفيق ليكوا يا رجاله النهارده في هذه المباراه. اتفضل يا بلال. بص، في نقطه مهمه جدا، حته النهارده يلعب بشريف او باسلام محارب، يمكن برضو النتيجه اللي جوه مصر ليها مردود في الحته